الحاجة الثانية أنه في الفترة الأخيرة في القرن التاسع عشر بالذات هذه الدول فيها عدل، صحيح فيها فساد وفيها انحراف وفيها كفر، لكن فيها عدل. والعدل يعني القانون فيه عدة معطيات، فواحد من المعطيات يتغلب على المعطى الثاني، فكلما ازداد العدل كلما تغلب على مفعول الفساد ومفعول الكفر. وكما قال ابن تيمية أن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل مهم، العدل سبب قوي جدا لقيام الأمم واستقرارها وقوتها. العدل هذا شيء عجيب جدا. والآن بدأت ظواهر انحسار العدل في أوروبا وفي أمريكا، وانتشار الشعبوية هذه ستخفف العدل، وأصبحوا يضعون قوانين وإجراءات تتعارض مع مفهوم العدل. وكلما انتشرت هذه وارتفعت وازدادت سينتهي بهم الأمر إلى عقوبة إلهية. وانتظروا، يعني نحن لا نعلم الغيب، لكن بوادر ما يحصل في أمريكا من تغليب الشعبوية وتغليب الاستفزاز الناس على مفهوم العدل الحقيقي، وتقاتل الإعلامي والتشكيك ببعض الناس ببعض، وترك مفهوم العدل على جنب، هذا سيؤدي بهم إلى انهيار خطير. فإذا رقم واحد أصابهم ما أصابهم، وثانيا الذي يمنع العقوبة إلى حد كبير هو العدل. وإذا زال العدل لا أظن تتأخر عنهم العقوبة، والله أعلم.